هذا الخزانين راح يمكنوا من التحكم، يمكن المؤسسة المكلفة بالتسيير الجزائرية للمياه من التحكم أكثر في عملية التوزيع، اللي عملية التوزيع اللي تعتبر مهمة جدا من أجل تقديم جداول زمنية للخدمة العمومية للماء الصالح للشرب، جداول زمنية محترمة بساعات مدققة وكذلك بصورة عادلة بين مختلف السكان. قول بأن الخدمة العمومية للماء الصالح للشرب على مستوى ولاية أضرار فيها تحسن كبير ومقبولة جدا، وتعتبر ولاية أضرار يعني من بين الولايات المثالية اللي قامت باستقطاب شركات عالمية وكذلك مشاريع تنموية هيكلية استراتيجية للاقتصاد الوطني. قلت أنه قطاع الري يتوجب عليه أنه يرافق ويمشي بنفس السرعة حتى يتوافق مع الوتيرة المتسارعة للتنمية في الوطن وفي الولاية.